هفا هفا لك بستان ابو نزار كل تفاحه هيك راح يا حرام يا هفا هفا نهفا هفا معقول كل حاله شعل يعني يا اسكت لا يدفع لا يدفع لا شو هذا ما تركتور الفساد هذا هو مش هيك واقف انا مش هيك طالع بيطلع مشبوح شبه يعني شو عم بيقضي حاجه جوا معقول يكون مهور يعني عادة عقله بعقله اي بعقله يا عادة شايفينك شايفينك ولا فساد ولا تعالوا بعيونك شايفينك تعالوا لك مارو بالغابة فينو يعني عم بفنان عمل هيك واقف ايه شو هادي شو لك ما تصمتوا هاي العلقانة على الشجرفة ايه وحشات من كل ذكر هي فقنا عدل وينا شو تعال تعال ننزل خبر ابو نادر تعال يلا هاي عدل عدل الخبرية تولي التراكتور كان صافف على جناب نعم سيدي على جناب وفردة الصباط معلقة على الشجرة نعم سيدي على الشجرة هذا الكلام يدل على انه عادل غادر التراكتور عنوتان ليش بقى؟ ليش؟ اي لانه ما معقولة يشلح فردة صباطه اذا بده غادر التراكتور هي اولا طانيا سيدي اي ما معقولة فردة الصباط تفلت من اجره لحالها وتتعلق على الشجرة بدون ما يحس لانه الارض كلها شوك فاذا دعس بده يغز الشوك وبده يحس مظبوط سيدي فالاحتمال الوحيد انه قتل وتم اخفاء الجثة ما شاء الله يا سيدي الله يحميك سيدي ما شاء الله عليك على الذكاء فصل القضية بلمح البصر ابن السلك واضح ابن السلك اترك لي كل شيء من ايدك هلا ما وقت علي بيت خلينا نمشي يلا خير ابو نادر سيدي بدنا نروح نعاين موقع الجريمه جريمه شو سيدي؟ عادل اختفى واغلب الظن انقتل بدنا نحقق هاشتك بقوله ابو نادر هلا مين بده يقتله العادل ما حدا بيقتله عم قل لك التراكتور لقاهنا بالبريه وفردة صباطه مشلوحه من اجره عنوه يعني حدا جره هو علينا هلا حبكت مع عادل ينقتل سيدي طالما ارتاحا ما رح تدب فالروح ان رحنا على موقع الجريمة قبل الاكل ولا بعده بضرب فيني عم تتحرك ورايبنا وتفيد تحت البيضات عشان ما يحترق حاضر سيدي شغل لي هالميتور تنمشي يلا والله الميتور ما شغال يا ابو نادر يا سيدي عالسريع بتروح لعند عادل بتخليهن يجيب التراكتور لياخذني عادل القتيل ما غيره معناها بتروح راجلا وبترجع بتخبرني شو شفت انا المشي ما بيوطيني مشان الربط يزعيم